السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا في العنوان هو حول انطلاق عملية تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى ابتدائي برسم الموسم الدراسي 2020-2021 طريقة سهلة للتسجيل عن بعد. عرفوها عندك بنتك ولا ولدك، خوك ولا أختك، وبغيتوا تسجلوهم في المدرسة، بقوا معايا باش تعرفوا الطريقة على بركة الله. إذن البلاغ الإخباري اللي خرجته الوزارة حول هذه العملية وعنوانه هو انطلاق عملية التسجيل القبلي بالسنة أولى ابتدائي برسم الموسم الدراسي 2020-2021 عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي. إذن هذه العملية غادي تتم عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي، يعني ما غاديش نحتاجو نمشيو للمؤسسة. إذن انطلاق عملية التسجيلات الجديدة عن بعد دون التوجه للمؤسسات التعليمية. إذن ما بقاش لازم عليا نمشي للمؤسسة باش نسجل ولدي، إذن ممكن نسجلو غير من التليفون ديالي ولا من الحاسوب ديالي. إذا انطلاق عملية التسجيل القبلي بالسنة الأولى من سلك التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2020-2021 بجميع مؤسسات التعليم الابتدائي، وذلك حصريا كما قلنا فاين في منظومة مسار. ووفق بلاغ الوزارة يندرج هذا الإجراء في إطار التدابير الاحترازية التي اعتمدتها الوزارة للوقاية والحد من تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، وذلك من خلال تفادي تنقل الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى المؤسسات التعليمية حرصا على صحتهم وصحة جميع المواطنات والمواطنين. إذن شروط التسجيل. إذن الشرط الأول، أولا يجب الإشارة إلى أن التلاميذ المعنيين بالتسجيل هم مواليد ما قبل فاتح أبريل 2015، يعني اللي تولد قبل من فاتح أبريل 2015. الشرط الثاني، يعني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، يعني مواليد 2014 وما قبل، يعني مواليد 2013-2012 وشهور يناير فبراير مارس من سنة 2015، واللي مزيودين في شهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2015، يعني اللي ولدوا ولا بنتهم مزيود من بعد 1 أبريل ما نقبلش تسجل هذا العام، غادي تسجل حتى العام اللي ماشي. إذن هادو هما الشروط. إذن الخطوة الأولى للتسجيل هي الدخول إلى الموقع الإلكتروني رابط تسجيل التلاميذ الجدد بالسلك الابتدائي عبر مسار. إذن الرابط هو هذا، راني حطيته لكم في الديسكريبسيون ولا في التوصيف ديال الفيديو. عند الدخول ستجدون استمارة التسجيل والتي ينبغي تعبئتها بكل عناية ودقة، يعني ملي غتدخلوا لهذا السيت غادي تلقاو واحد الاستمارة تكون دخلوها بتأني، يعني تجبدوا الوثائق الضرورية باش تملؤوا هاد الاستمارة. إذن من خلال إدخال جميع المعلومات والمعطيات الضرورية، استمارة مقسمة إلى 4 أجزاء، كل جزء يتطلب مجموعة من المعطيات الضرورية حتى تقوم بعملية التسجيل وحفظ الطلب حتى يصل إلى المؤسسة التعليمية. إذن التسجيل كيتم على 4 ديال المراحل، غادي نشوفوها دابا بعمان. إذن من بعد ما تدخلوا للرابط اللي كاين في الديسكريبسيون ديال الفيديو غتلقاو هاد الواجهة هادي فيها 4 ديال المراحل. أولا المرحلة الأولى معلومات المؤسسة، يعني نعمرو المعلومات الخاصة بالمؤسسة. المرحلة الثانية خاصة بمعلومات شخصية للتلميذ. المرحلة الثالثة خاصة بمعلومات الحالة المدنية للتلميذ. والرابعة والأخيرة هي معلومات عن الأب وأولياء التلاميذ. ننطلقوا بمعلومات المؤسسة. دونك هنا مثلا كنختار الأكاديمي اللي فيها، مثلا طنجة تطوان، يعطيني مثلا اختار النيابة، مثلا حسيمة، شفشاون، وزان، عرايش، اختار مثلا وزان. كنختار الجامعة اللي ساكن فيها، نوع التعليم هل هو عمومي أم خصوصي، المستوى، مستوى دائما الأول ابتدائي، غديرو أول ابتدائي. وهنا المؤسسة غتختاروا بناء على الجماعة اللي اخترتوا، وكتنتهي المعلومات الخاصة بالمؤسسة. أنا مر إلى معلومات شخصية للتلميذ. إذن بالنسبة للمعلومات الشخصية للتلميذ، إذن هنا غادي تكتب النسب بالعربية، هنا الاسم بالعربية، هنا النسب بالفرنسية والاسم بالفرنسية، هنا تختار واش ذكر ولا أنثى. فهم الآن غادي نمروا للمرحلة الثالثة وهي معلومات الحالة المدنية للتلميذ. هنا غادي تحتاج الحالة المدنية، غتمشي
وغادي تجيب الصفحة اللي فيها التلميذ وغادي تكتب المعلومات مضبوطة. هنا تاريخ الازدياد هجري وهنا تاريخ الازدياد ميلادي، كل شيء كاين في الحالة المدني. مكان الازدياد، رسم الولادة رقم، هنا كتب الرقم، سنة هجري وميلادي بالنسبة لرسم الولادة، من أبيه، دونك هنا تكتب اسم ديال الأب مثلا محمد بنو عبد السلام مثلا. هنايا كاين داكشي كامل في لاكارت ديال الابوين، اذا الاب والام نفس الامر، امه فاطمه بنت رحمه باغ اكزومبل. معلومات عن اباء واولياء التلاميذ، اذا هنايا خاصه باولياء التلاميذ، مثلا تكون الولي ديال هاد التلميذ، واش الاب ديالو ولا الام ديالو ولا ولي اخر. كاين مثلا معلومات عن الاب ولا معلومات عن الام، على حسب، مثلا انت الوالد ديالك هو الاب، دير معلومات عن الاب وتعمر هذه المعلومات، رقم بطاقه التعريف، هل يتوفر على بطاقه التعريف ام لا، الا ما كانش كيتوفر عليها غدير هذه الخوه هذه. هنايا الاسم ديالو بالعربيه، النسب ديالو بالعربيه، الاسم ديالو بالفرنسيه والنسب ديالو بالفرنسيه. دائما الا كان كيتوفر على بطاقه التعريف الوطني غتعتمد على هذه بطاقه التعريف الوطني باش تعمر هذه المعلومات، المهنه ديالو، العنوان فين كاين، والبريد الالكتروني والهاتف. دونك هاد الجوج، البريد الالكتروني والهاتف، هما اهم حاجه في هذه العمليه. لماذا؟ لانه التوصل بانه الطلب ديالك تقبل ولا ترفض غادي يتم في هذا البريد الالكتروني ولا عبر الهاتف عن طريق اتصال سيد مدير مؤسسه اللي تابعين ليها نتوما. من بعد كدير حفظ الطلب، وبهذه العمليه كتكون سجلتي ولدك ولا بنتك. اذا عند الانتهاء من تعبئه المعلومات الضروريه والتاكد من الصحه ديالها، غادي نقوموا كما قلت لكم بالضغط على زر حفظ الطلب، لتكونوا بذلك قد انتهيتم من عمليه تسجيل ابنكم. ما بقى عليكم الا تنتظروا رساله على البريد الالكتروني او رساله نصيه على الهاتف تخبركم اما بقبول الطلب او رفض الطلب. اذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم الشرح، وكنتمنى التوفيق لاولادكم ان شاء الله المقبلين على المسيره الدراسيه. قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.